من استخدامات البيم اللي انا اعمل ديزاين اسورتنج، ابدا اعمل انا اعمل الديزاين بيم، ما اعملوش على الكاد وبعد كده احوله لبيم، ده كده اهدار الوقت، كده الشغل بيتعمل مرتين. لا، انا بعمله مره واحده على البيم وببدا اتاكد، اعمل ديزاين ريفيو، ابدا اراجع على الديزاين. ده بيتم في مرحله البلان وفي مرحله الديزاين، وبتطلب ناس تكون تعرف تعمل ديزاين، تبدا تعمل نافيجيتور وتبدا تبص على الشغل وتراجع عليه وتدي كومنتات وتوصل بيه لمستوى ان هو ينفع يشتغل عليه. الحاجات دي في البلان والديزاين والكونستراكت والاوبريت، بنبدا نعمل ابديت ده. حصل تعديل، بس المفروض التعديل بيبقى قليل غصب عننا، مثلا لنا حاجه في الموقع فعدلنا في الكونستراكت او في الاوبريت، دي الحاجات الصغيره بنعمل لها ابديتد على الموديل.